والله انت اكتر يا عمي. والله يا عم هي ظلمتني يا عمي. تخيل يا عمي فيروز كانت فاكره ان الواد اللي مربيه عندي في البيت فاكره ابني، ده مش بعيد تكون كانت شاكه ان انا اللي قتل امه. عشان كده انا قلت مش هجيلها الا وانا معايا دليل براءتي. جبت طلب تحليل دي ان ايه من النيابه عشان احلل الواد والواد المتهم واثبت ان الواد ده ابنه. الله يحفظك، بس بالله عليك ما تعرف ان انا جاي. انا مسافه الطريق من جنة القاهرة على طول. امال هي فين؟ بيت هند اللي في المعادي؟ نقلت راحت فين؟ طب ابعت لي العنوان الجديد يا عمي. مسافه الطريق ان شاء الله. في رعايه الله، في رعايه الله، مع السلامه. مع السلامه. ايه الحلاوه دي يا زنبيه؟ على فين؟ عايز جيت للمشوار ده، انا رايحه عشانك. وا مشوار ايه ده؟ رايح اجيب فيروز. يا الف نهار ابيض، يا الف مبروك. احسن مرتك يا ولدي، البت بتحبك والخراب عافش. عندك حق يا ما. وبعدين بصراحه زي ما انا رايح اجيبها عشانك وحشتني. مش هكدب يعني، بقول الحقيقه. مصدقك يا ولدي، ربنا يسعدكم ويهدي سركم وما يجيبش منكم خصام تاني قادر كريم. الله يخليك يا ما. لا اله الا الله، اجيبها واجي على طول. محمد رسول الله، هعمل لك دكارين بط وبتاو ومخروطه وكوارع يا ام عشان البت وحشان. حاضر يا حبيبي. هتفضلي كده لامتى؟ انا عشت العمر ده كله مستنيك تفوقي، والله ما كان شبهك فيروز. محدش يستاهل غيري. انا عشت العمر ده كله على امل انك في الاخر تبقي بتاعتي انا، في حضن انا مش هو. ده بيت هند. هو ده بيت هند. طب كنت عايزها بعد اذنك. روح نادي على هند. هند؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا نور؟ انت اتجننت؟ يا نور انت لازم تفهم ان انا عمري ما كنت هبقى ليك، حتى لو ما كنتش عرفت زينه واتجوزته، انا مش ليك. زين والله العظيم ما خرجت بره قدامي. مش تسلم الاول؟ فين اوضتها؟ فيروز انا بحبك قوي، انا مش عارف احب حد تاني. روز بليز ما تسيبنيش. روز بليز عشان خاطري. ايه اللي تزوق دي؟ مش تخبط. عندك حق، المفروض كنت اخبط.